السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مرة أخرى. في محاضرة اليوم سوف نتناول شرح مفصل عن موضوع السولجرينج أو اللحام بالقطع الإلكترونية. طبعا أي شخص يريد الدخول إلى عالم الإلكترونيات ويتعامل بالقطع الإلكترونية يجب أن يتعلم كيف يقوم بلحام هذه القطع الإلكترونية أو لحام هذه القطع الكهربائية. في البداية سوف نتكلم عن اللحام. اللحام اسم لحام، يعني هو دمج قطعتين إلكترونيات أو إصلاح كسر معين. مادة اللحام أو مادة السولجرينج سوف تتكون هذه المادة من الرصاص والقصدير. طبعا دائما يستخدم الرصاص والقصدير في بنسب معينة، نحطها بنسب معينة لكي يحدث انصهار وبالتالي تقوم بربط القطع الإلكترونية المختلفة. طبعا حسب خلط مادة اللحام، حسب خلط الرصاص مع القصدير مع مجموعة من المعادن الأخرى، سوف يتم تحديد مدى متانة هذا اللحام أو هذا. عندما نقوم بشراء السولدر واير يجب أن نهتم بموضوع قطر هذا الواير أو مدى سمك هذا الواير. طبعا مثل ما نلاحظ هنا أنا أمامكم، هنا دي قاس هنا يعرض لي الدايمتر، يقول إنه دايمتر لهذا اللي هو القطر لهذا الواير تقريبا 1 ملم، بينما هذا الجزء الآخر دايمتر إلى تقريبا 0.8 ملم. طبعا تختلف الشركات، فحسب شغلي من أحتاج يعني شير أو واير سميك أستخدم مثلا دايمتر 1 أو أكثر، أو من أحتاج شي ناعم أستخدم دايمتر أقل مثل ما تلاحظون أمامكم. هاي النقطتين جدا مهمة إنه نحدد من خلالها المعلومات الأساسية وأيضا مدى قوة هذا السولجر حسب خلط المادة اللي هو القصدير مع الرصاص. طبعا الرصاص يعتبر مادة سامة، يجب من المهم أنه نرتدي الماسك لما نقوم بعملية اللحام. لكن تقريبا بعد 2006 قاموا يستخدمون طرق جديدة اللي هي فقط يستخدمون القصدير بدل ويستغنون عن الرصاص أو يقللون نسبة الرصاص. طبعا الرصاص مادة سريعة الذوبان، سريعة الانصهار عفوا، لكن في حال ما استخدمنا الرصاص وكان وردنا نسرع من عملية الانصهار وأيضا من عملية الانجماد، راح نجي نستخدم هذا الدهن اللي هو نسميه حتى الفيكس. هذا الدهن مجرد نغمس مادة السولجرينج وبعدين نعاضل الحرارة باستخدام السولجرينج إيرون، راح تسهل علي عملية اللحام لأنه عرض القصدير درجة انصهاره أعلى من يعني القصدير درجة انصهاره أعلى من الرصاص، وبالتالي إحنا نحاول إنه نسرع حاليا عملية، لذلك نستخدم هذه المادة وهذا الدهن اللي هو الفيكس. وطبعا هو شركات متنوعة.